اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحبون أن يرى تجليات توسعتك علينا يا ربنا بحسن سعينا، واجعل حسن سعينا بابا من أبواب الدخول عليك حتى نحصل على رضاك. ارض عنا يا مولانا وحسن سعينا حتى نكون من المحبوبين، حتى نكون من الممدودين بمددك الوافر الجميل يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين.